تول منزل مصر على طول. هخلي الواد حمدي يجيبك. عايزه اشوف البت يا اختي اللي برجلته دي شكلها ايه. اسمعي يا قمر، انا بكلمك عشان ما تفتكريش ان احنا بنلعب ببنات الناس. لا، الواد بيحبك، بيحبك بجد بجد بجد. خدي بقى كلميه لحسن، هيبيض بالطين اهو. طب يا اختي مع السلامه. خد يا اخوي، ردت فيك الروح. الو، سمعتي؟ بقولك ايه، انا هنزل دلوقتي على طول، هتغدى وانزل اشوفك النهارده. صح، يلا كله بالف هنا وشفا. الغايب ملوش نايم. هاتلك ايه؟ اي حاجه. اللهم صل على النبي، الاكل شكله يفتح النفس. ايه الاكل اللي فتح نفسك قوي؟ لا، واحنا النهارده جايين نفتح نفسك اكتر واكتر. ايه ده خير؟ انتوا ما سالتوش نفسكم يعني احنا طبينا عليكم فجاه كده ليه؟ قولي على طول يا ياسمين. اوكي، انا حامل. يا اختي الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. ده خبر حلو قوي. ده احلى خبر في الدنيا. فعلا احلى خبر. بس اللي انا مستغربه، ليه جيتوا بنفسيكوا النهارده عشان تقولوا لنا؟ يا حاجه غريبه فعلا لما كمان تطلع مني انا ونسرين. بس مش هنضحك على بعض، يعني مفيش حد فينا عبيط. احنا عارفين الانطباع اللي انتوا واخدينه عننا، وعارفين كمان ان احنا اللي مخلينكم تاخدوا الانطباع ده. بس احنا قررنا نتغير عشان ابننا ولا بنتنا لما يجوا ان شاء الله يلاقوا اب وام يتباعوا بيه. بعدين يعني يا ريت النهارده نفتح صفحه جديده وتعتبرونا اتولدنا من جديد. ولو ينفع يعني تنسوا اي حاجه حاولنا نجزيكم بيها. ينفع يا شربات؟ يا اختي اسكتي بقى، جسمي اشعر. انت فعلا لما دخلتي حياتنا اثرتي فينا كلنا. ده حقيقي، انت عندك قوه تسامح فظيعه. تعرفي تطلعي باعذار للناس حتى تخليهم يعرفوا يسامحوا نفسهم كمان. لا بقول لكم انا بكسف وهعيط كمان شويه. لا بقى عايزه اكل. ها هتسامحينا على اللي عملناه فيكي؟ احنا عملنا كتير. هو يعني الصراحه يعني لازم انا اسامحكم بعد الجبروت والسواد والغل اللي انتوا كنتوا فيه، وجايين دلوقتي تحتسروا مني وتطلبوا سماحي. لا ده انا بقى بتشكل بقى قوي لو انا ما سامحتكوش. لا، ويبقى قلبي اسود وانا قلبي ابيض. لازم انا اسامحكم. يلا بقى كله بالهنا والشفا. انا لما ياسين قال لي ما صدقتش يا هاله. دي مامتك ازاي تهون عليكي؟ ازاي انت وباباك وياسين تمشوا في خطه قاسيه زي دي؟ دي مهما كانت عمتي طماعه ولا انانيه ولا ماديه، ده برضو امك ازاي تهون عليكي؟ تفتكري يعني ما فكرتش في كل ده يا رشا؟ رغم كده نفذتي الخطه. ده على فكره عاوز رقبح من ذنب. لما تبقي عشتي طول عمرك محرومه من كل معاني الاحساس بامك زيي، وفجاه تلاقي ناس بتعوضك كل الحب والحنان اللي طول عمرك بتحلمي بيهم زي ما لقيناهم عند طنط ليلى ويحيى، ما كنتيش هتستغربي. ده انت في يوم من الايام كنت بتتهمي ياسين بالجبن عشان خبى جوازه عن امك. ده عملته ما تجيش اي حاجه جنب عملتك على فكره يا هاله. منتهى الظلم انك تعرضي امك لموقف انها تسعى بنفسها انها تجوزك ابن ضرتها وهي ما تعرفش. ومنتهى الظلم كمان للست التانيه انك تعرضيها لموقف زي ده وانت بتقولي انك لقيتي عندها الحضن والدفى والحنيه دي كلها بس علشان تتجوزي ابنها. انا مش مصدقاكوا انتوا الثلاثه بالذات، انت وياسين وانكل توفيق. كنت فاكراكوا اكتر ثلاثه سويين ومتصالحين مع نفسكوا في الليله دي كلها، وطلعنا بقى اشرار ومرضى نفسيين. مش كده؟ والله طبيعي، طبيعي يعني لما نكون عايشين طول حياتنا في جو خطط ومؤامرات طبيعي ان احنا نتعدي شويه. ما انت نفسك عملتي كده يا رشا. انا؟ حتى لو كانت نيتك كويسه، ما انت كمان عملتي تمثيليه على ماما ان انت معجبه بياسين قبل ما تحبيه بجد علشان تصلحي ما بينهم. وانت شايفه ان دي زي دي؟ انا مش شايفه حاجه يا رشا، ولا بقيت عارفه احكم على حاجه كمان. ولا ياسين اصلا من حقه ان هو يحكي لك حاجه، لان ده شيء ما يخصوش اصلا. عارفه لو اختفيتي تاني هتعمل ايه يعني؟ هروح فيها، وهيبقى ذنبي في رقبتك. وبعد الشر عنك. الشر هيبعد طول ما انت قريبه. وانا هفضل قريبه طول ما انت بتحسسني انك شاريني. وصراحه يعني مكالمه اختك دي حسيتني قد ايه انت شاريني بجد. بس انا كنت عايزك تقولي على حاجه. بحبك وبموت فيكي.
لا مش دي، انا عارفه. كنت عايزك تريح بالي وتقولي اني مش سبب طلاقك. لا اطمني، حطي في بطنك بطيخه صيفي. وبعدين انا قلت لك قبل كده ان انا ما بقاش في بيني وبين بسمه اي وفاء، ده من قبل ما اشوفك ولا اعرفك حتى. الحمد لله ريحت قلبي. وحشتك؟ اه وحشتني. ده انا يعني حتى ساعات كنت ببقى كارهه نفسي لما كنت بشوف اسمك على المحمول وما برضاش ارد. وساعات كنت ببقى عايزه اتصل بيك ان شاء الله اسمع صوتك واقفل، بس كنت بمنع نفسي في اخر لحظه. يا لهوي يما على الكلام العسل اللي بينقط من شفايفك الحلوين دول، يا ريتني كنت خليت شربات اكلمك من زمان. يا جماعه انا بحب الست دي، بحبها قوي، بحبها وبموت فيها. اهي يا عم انت بتبص فين؟ انا نفسي اروح لحاتم عمك ده وامسك في زمارة رقبته واقول له لو ما بعدتش عن اختي اروح فيك في 60 ده. هي دي النيله على الاوفر يا ابني. اختك دي ما عندهاش 15 سنه، ومع كل احترامي ما عندهاش نقص خبره مع الرجاله يعني. وحاتم ما هوش شيطان برضو يعني، ما هو كلنا ما كناش بنحب الشوشات في الاول، بس يمكن هو حبها بجد. ليه يعني بأمارتي ايه؟ واحد زي حاتم عمك ده على حسب ما قلتيلي يعني انه عارف بنات وستات من كل حته في الدنيا، ولسه لو عاوز يعرف اي بنت هيبقى بالنسبه لها راجل لقطه. سألتيش نفسك بقى اللي ممكن يخليه يبص لواحدة زي شربات أختي رغم كل الفروق الكبيرة اللي بينهم؟ أوكي الموضوع فعلا غريب شوية بصراحة، بس أنا مش حاسة إن في حاجة تقلق منها. شوشات ما هياش عبيطة، مش هتروح ترمي ثروتها تحت رجلين حياتي مجرد عشان أقول لها كلمة حلوة يعني. أنت أصلك مش فاهمة هي فرحانة قد إيه بالكلمة الحلوة دي. المشكلة إن أنا عارفها لما بتبقى مجروحة بيبقى صعب قوي إنها تنسى. صباح الخير يا حلوين. صباح النور. الفطار عليا النهارده. لا ده انا هعمل لك قرص عجه بقى تحلفي بيه. صباح الخير. صباح الفل. مالك شايل طاجن ستك ليه؟ وايه الشنطه دي يا عم؟ لازم ارجع مصر دلوقتي. هي حصلت انك تقولي انك هتاخد الولد مني بالقانون؟ امال عايزين اعمل ايه؟ اعمل ايه يا يمنى؟ اسيبك تاخدي حمزه وتروحي؟ ما هو كده كده بيتربى بعيد عنك، هو انت فاضيله اساسا؟ ممكن تقولي انت امتى اخر مره شفت فيها ابنك؟ يا اخي ده انت اخر مره طلبت تشوفه كان عشان يروح يعمل دوره اللي انت عامله في الخطه اللي انت عاملها على شربات. فانت بتحطي لي العقده في المنشار، يا اما اوافق يا اما تروحي تقولي شربات على الفيلم اللي بنلعبه عليه انا وعواطف. خلاص بقى ما ينفعش، ده مش اسلوب راجل وست في بينهم طفل وبيحاولوا يتناقشوا في قرار مصيري. مفيش قرار يا رشا، القرار مرفوض، الولد مش هيسافر. ما تعاندش معايا يا حاتم، عشان انت عارف كويس قوي ان انا كمان عناديه وما عنديش اي مشكله خالص ان اروح اقول لشربات ان انت بتمثل اللي انت بتحبها. تشرفك انها تمثيليه، تعرفك ان انا ما حبيتهاش بجد. حبيتها بجد؟ بتحصل كتير قوي، بتحصل. الموضوع يبتدي بهزار كدبه تمثيليه وبعد كده يقلب بجد. مش بتحصل دي؟ بتحصل. عموما ده مش موضوعي، انا اللي يخصني ابني. من فضلك يا حاتم حاول تفكر مرة واحدة بس من غير أنانية. أنا بجد محتاجة السفرية دي، وأنت كده كده مش هتقدر تتحمل مسؤولية ابنك في تربيته. لو سمحت فكر بسرعة ورد عليا. أنا رايحة أجيب حمزة المدرسة. انت بجد ممكن تبقى حبيتها؟ عايز اعترف لك بحاجة. أنا لو فتحت باب الاحتراف مش هنخلص. أنا كمان عندي احترافات كتيرة قوي أقولها لك، محتاجة عمر قد عمري، ده لو لحقت. مش قصدي الاعترافات دي خالص.
انا خلاص بعتبر ان احنا الاثنين اتولدنا من جديد من يوم ما حبينا بعض. انت عايز تقول ايه يا كابتن؟ لازم توعديني انك هتسامحيني الاول، عشان ده الاعتراف اللي بعده هنبقى بجد اتولدنا من جديد. مسامحات مقدمة من غير اي احتراف اهو، السماح بالجملة. اول مرة لما قلتلك بحبك كنت معجب بيك يا بس كنت لسه متغاظ وحاسس ان في طار بيني وبينك. طب ما انا عارفة يا اخو. كنت عارفة بجد؟ انت فاكرني بريالة ولا ايه؟ شربات يا عيون شربات. بحبك. شو مساعدتك؟ محدش هيوحشني فيهم كلهم قدك. اصل هلاقي فين في الاردن اخت بجد؟ وعارفه ومتاكده ان انتي كمان اكتر واحده هيفرق معاها سفري. ما تزعليش مني عشان سافرت من غير ما اقولك، عشان انتي عارفه انك كنتي هتقدري تخليني اضعف وما سافرش زي كل مره. وانا خلاص اعصابي مستحيل تستحمل افضل بين العيله دي اكتر من كده. أنا بجد مش قادرة، ومش بدعي المثالية، ولا قصدي أقول إن أنا أحسن من حد أصلاً. ده أنتوا ممكن كلكوا تكونوا أحسن مني. عارفة ليه؟ عشان أنا ضعيفة وهشة وجبانة، عشان كده هربت. خليكي بس فاكرة إننا عكس بعض خالص، عشان أنتي لا ضعيفة ولا هشة ولا جبانة، انتي قوية وجريئة وبتحبي، يعني قوية قوي. مش قوية بس ده انا بقيت اتكلم زيك. هروح اقول الكلام ده لامي مش هتفهم حاجة، هتقولي انتي مش بنتي. انا عايزة رشا. نادية انتي هتوحشيني وبس. ما فيش وهو، انتي هتوحشيني بس. على فكرة هتوحشيني بس. بشيلي الشنط بتاعتك. انا مش هشيل غير شنطتي. فعلا؟ أظن شنطة إيدك محشية دولارات. ادفع جمرك لنفسك بقى. ماشي. الله على السلامة. ممكن تتفضلي معايا؟ تفضل معاكم ليه يعني؟ هي الشنط ما فيهاش حاجة يعني، كلها هدوم. حضرتك جاية منين يا مدام صورية؟ جاية من لبنان. طب بعد إذنك افتح الشنطة. ازيك يا معلم؟ هي ما فيهاش حاجة تتجمرك على فكرة يعني، الشنط كلها هدوم. إجراءات بسيطة بعد إذنك. اتفضل. Thank you.
ايه دول بقى يا مدام؟ دي مش حاجتي. ازاي مش حاجتك؟ دي مش حاجتي. دي مش حاجتي، دي انا ما اعرفش عنها حاجه. محمد بيه بعد اذنك. ما اعرفش حاجة عن دول، مش بتوعي. اتفضلي. ما اعرفش حاجة. اتفضلي. الله 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 يا يحيى، اطعم كيكه دقتها في حياتي. قولي ماما يا حبيبي تسلم ايديها. ولو اني زعلانه منها ليه ما بتجيش معاك؟ معلش ضغط الشغل بس جامد اليومين دول، بس هي بعتلك معايا السلام بحراره يعني. ان شاء الله تسلم يا حبيبي وتسلم انت كمان. بقول لك ايه، فرصه بقى واحنا قاعدين لوحدينا والبت هاله مش قاعده معانا، لما تنزلوا بقى تختاروا الجهاز هتحاول هي تسترخص، يعني قلب توفر لك، هتنقي حاجات رخيصه كده. اوعى تطوعها. المثل بيقول الغالي ثمنه فيه، مش كده يا بابا؟ طبعا يا ماما. اصلها طالعه فقريه، زي قصدي طالعه الخالق الناطق ابوها يا حبيبي. تصور بقى منعاني انزل معاها اختار الجهاز، قال ايه دي شقتي انا ويحيى يا مامي، ما حدش هيختارها الا انا يا مامي، ما حدش هيفرشها الا انا وهو يا مامي. سوري يا اتاخرت عليه، شربات مش بتبطل رغي بجد. مرات اخويا حبيبتي كانت بتقول لك ايه؟ عموما واحنا بناخد الكافيه ديجور مع بعض هتحكي لي كل حاجه. طب خلاص بقى يا ماما، لما تاخدوا كافيه ديجور مع بعض هي هتحكي لك، عشان ما تزهقيش يعني لما تسمعي نفس القصه مرتين. يلا يا يحيى. يلا بينا. عن اذنك. مع السلامه يا حبيبي. خدي خدي، انا عايزه افهم اسمها شربت قالت لك ايه؟ يعني ماما هتكون بتقول لي ايه؟ بتحكي لي ان حاتم اعترف لها ان هو ما كانش بيحبها في الاول وبعدين حبها، عادي يعني، حلقه معاده من مسلسل حاتم وشربات. يلا بقى باي. كده يا حاتم؟ طيب ان ما وريتك. يا صباح الهنا المنجي بميه الورد. بتقوم بقى انا مصيتك كحلي. الله، انت لسه صاحيه انت كمان؟ لا يا اخويا انا لسه ما نمتش، خفت بقى تروح عليا نومه، ما صحيش الطيار والمسافرين يتعطلوا عشان الاسطى بتاعهم نايم. الاسطى؟ طب ما تيجي اخدك معايا تبعها. عشان نفضل طايرين وما ننزلش ابدا والمسافرين ما يوصلوش. قوم بقى خد الشاير بتاعك وانا هوضب لك الفطار عشان نفطر سوا تحت. بص انا ما رضيتش افطر، انا يا دوبك اكلت حته كيكه صغننه قوي قوي قوي. ماشي هلبس واجيلك. حاضر، بحبك طبعا. باي باي. صباح الخير يا كابتن. صباح النور. واضح انك لسه صاحي من النوم. وعندي طياره بدري، يعني مستعجل. طبعا لازم تكون مستعجل، اصلك لسه كمان لازم تعدي على الاموره جوليت وتصبح عليها قبل ما تمشي. الله، خف الزل على غيار الريق كده يا توفي. غيار الريق؟ ايه الكلام البلدي ده؟ مش لايق لك ابدا يا كابتن. بس بقول لك ايه، خلي بالك كل ما قربت منها يا حبيبي كل ما هتتعدي منها. ايه الاسلوب ده يا واطف؟ مالك في ايه؟ في ان انا بتفرج على فيلم لمحمد فوزي وليلى مراد. الكابتن بقى حب الاموره بجد، والحب عمل معجزه وقلبه ملاك. محمد فوزي وليلى مراد؟ ايوه. بس انت ما تعرفوش بقى ان الفيلم شحات الغرام، الكابتن ما كلوش اخت شريره وليها نياب اسمها نجمه ابراهيم، ممكن تولع في نفسها وتاخدكم انتوا الاثنين بالحضن. وبص بقى، وعليا وعلى اعدائي. انت تقبلت مخك يا عاطف؟ اوعى يا حاتم، اوعى يتهيأ لك ولا تتصور ولا تفكر حتى انك انت تغير الخطه اللي انا رسمها. انا اللي رسمتها،
انا اللي تخيلتها، انا اللي حطيتها في دماغك جوه هنا. اوعى تقول لنفسك بقى اكوش على الفلوس لوحدي واطلع اختي من مول بلا حمص. مش انا اختك؟ بس بقى انت متهيألك انك انت تعرفتي. لا انا ليا وش تاني انت ما تعرفوش، وش وسخ قوي قوي. عارف ما عرفتوش ليه؟ عشان من زمان من يوم ما اتولدت انت ما طلعتوش عليك. اوعى غرورك يعني يقول لك يا واد العب اللعبه لوحدك وطلعها هي بره وكوش على الفلوس. عايز تحب شربات؟ حبها. اولع كلها يا حبيبي. بس حقي بقى في الفلوس اللي انت هلبتها من وراها هاخده، هاخده تالت ومتلت، فاهم؟ حتى لو على جثتك وجثتها. ايه الكلام الخايب اللي بتقوليه ده يا عطس؟ خايب؟ مين اللي خاب؟ مين اللي خاب يا حاتم؟ انت لسه قايلها بغمض لسانك دلوقتي انك انت كنت بتمثل عليها الحب الاول ودلوقتي بتحبها بجد. عشان يمنى مهدداني لو ما وافقتش على سفر حمزه معاها هتقول لها. وست يمنى عرفت منين بقى بالتمثيليه اللي احنا عاملينها على الجربانه اللي فوق دي؟ انا كنت حاكي لها، فالهانم فاهمه انها تقدر تمسكني من الايد اللي بتوجع وتمسكها لي زله، فانا سبقت وقلت الشربات عشان لو اتجننت يمنى وعملت كده روح هي المنايه اللي قبلها وساعتها تصدق ان انا بحبها بجد. اسمعني كويس وبص لي هنا هات عينك في عيني. عارف لو كنت بتسجدني انا هعمل فيك ايه؟ بسجدك ده ايه؟ انا احب واحده زي دي؟ انا واحده تقول لك اشطف ساكنه في البيلا اخد شاير؟ ده غير انها مكوشه على حقي من ميراث اخويا، جابت اجله، موتت اخويا وهو زعلان مني، كارهني. انا حاتم عبد الحكيم هحب شربات برودري؟ برودري اللي تقول لك يا حاتم يا عواطف؟ انا بس حاجه تطمن برضه انها دخلت عليكي وصدقتيها وانتي نجمه ابراهيم، يبقى اكيد هتخش على ليلى مراد. انا كلمت المحامي ومجهز صيغه ما تخرش الميه، عقد تنازل من المدام على كل مليم ورثته وبيع وشيرة برضه، هتمضي عليه وتختم وتبصم عليه كمان. في كلمة نسيتها، كلمة واحدة نسيتها في الخطبة العصماء اللي أنت قلتها دي، التنازل ده باسمي واسمك. سمعت وبركة ان انا سمعت. بعون الله هغسل وامسح بيكوا بلاط البلة. هيا حاتم انت وعواطف. بصي يا شوشتك كل مشكلة يا حبيبتي قولها حلال ان شاء الله، وهبعتك في جواب لسوجر لاخوك اللي مات زعلان منك قوي، ها؟ عشان تعرف تصالحه. بقولك يا حبيبتي، بقولك اسمعي بس، استني هقولك بس. معقولة يعني هتضيعي نفسك عشان جوز كلاب زينا؟ كلاب انضف واحسن منك. يا لهوي تعملي سيب اللي في ايدك، انا ما بتهددش. ولا ما بهددش يا روحي. يا لهوي يا لهوي اخويا اخويا يا اختي عملتي فيه ايه؟ يا لهوي حرام عليك حرام عليك حرام عليك حرام عليك سيبيه بس مش فيك انت وابعدي عننا. ايه عملتوا؟ ايه بيحصل ده؟ انتوا ازاي وصلتوا لحد كده؟ مش مهم هفهم بعدين، بس المهم دلوقتي اتفضلوا معايا عشان في مصيبه مستنياكوا في الصالون. اكتر من المصيبه اللي احنا فيها. اتفضلوا بس اسحبني. يلا يلا يا شربات اتفضل يا حاتم. ما تدعوا عمر ما هجيب عيال. اسمي طراوي يا محمد عبد الحكيم الشهير بطراوي العربجي. يعني اسمي كراوي يا محمد عبد الحكيم الشهير بكراوي العربجي. يعني مين ده يعني؟ اصبري لغايه الاخر عشان تسمعي. ايوه محمد عبد الحكيم مين يعني؟ يعني انا ابن الراجل اللي صورته مرتوعه على الحده. يعني انا ابن يا اخي فاهمين هو بيقول ايه؟ اسكت انت. زمان من 32 سنة كان في علاقة حب بين الراجل ده وأمي.
توتا بالعربضي اللي كانت بتشتغل خدامه عنده هو ومراته الاردنيه اللي ما كانتش تعرف انه متجوزها في السر. يا لهوي. ايوه والله انت من كوكب بقى الخدامه. شفتي؟ ام رشا قالت لي بقى انها ظبطتها مع حكيم زمان. بص يا ولا كده بص يا لهوي ده انت فيك شبه من امك قوي. مش فاهم مين اتجوز مين في السر؟ الراجل ده محمد عبد الحكيم اتجوز امي توتا العربضي. ده ملعوب بقى جديد مش كده؟ استني يا حبيبتي شويه، واضح ان انت مش الخدامه الوحيده اللي اتجوزها اخويا. اعور لك عينك الثانيه يا حبيبتي. لا لا خلاص يا حبيبتي خلاص، كمل يا اخويا الحكايه. المهم امي تاني الست طيبه وتاني ادعت عليها بكلمتين، هما يومين راح مطلقها ومستتها بقرشين، لكن هي كانت حامل فيا فاشترط عليها طول ما هي مخبيه انها حامل فيا هيصرف عليها وعليا. طول ما هي مخبيه طول ما هي مخبيه. ايه ايه يا حبيبي هتلحنها لنا ولا ايه؟ خبت خبت عن كل الناس حتى انا الله يرحمها توتب. وبعد شهر ونص بس وهي بتنازع في نفسها الاخير اعترفت لي وسلمت لي كل الاوراق اللي بتثبت ان ابن الراجل ده الوحيد وليا حق في كل سحتوت سابه. ولا انت جاي تنصب علينا هنا ولا ايه؟ الله 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 الله. ايه يا شبح جرى ايه يا حبيبي؟ جاي تبيع الميه في حاره السقايين ولا ايه؟ جرى ايه يا مزه؟ بقول لك اسمي طلال العربادي. عربادي يعني انا دخلت مدارس ولا شفت ربايه وحقي محدش هيقدر ياكله عليا ده لو العفريت. حبيبي يا عربادي محدش هيجيب لك حقك غيري انا. ها عشان انا وانت في نفس الخط. انت مين انت كمان؟ اقول لك يا حبيبي تعالى الوليه دي بنت ابوك وليه شريره ابعد عنها خالص. بص يا اخويا انا لا ليا مصلحه عندك ولا انت ليك مصلحه عندي، انا نص ثروه ابوك ملكي. عارف ليه؟ مفيش حد هيقاسمني فيها غير اخواتي الاثنين الرجاله بعد عمر طويل، تاخد ميراثك من اللي اخدوه وورثوه من ابوك. يعني ايه يا حبيبتي؟ يا حبيبتي انا شاريه مش وارثه زيهم. شكلك كده مره دتر بدوله. طب تعالى بقى تعالى بعيد عن السامعين تعالى. يا مصيبتي مصيبه مصيبة وقعت على دماغنا. بقول لك ايه؟ لو الواد ده كلامه صحيح هيقلعنا هدومنا. انا هقول لك كلمتين وتعقلهم وقت ما انت عايز وخد راحتك فيهم قوي قوي قوي. العيلة دي عيلة واطية ولابط وانا معاشراهم وعارفاهم كويس ودي جت لنا كده على غفلة. شفت عاملين فيا ايه؟ مشرحيني دمي بيشلب مني من معاميعي. طب ما الراجل اللي هنا ده برضه مضروب ضرب جامد. لا يا حبيبي ده وقع من طيارة. طيارة؟ سيبك بس من الكلام ده، أنا عايز أخد نصيبك، نصيبك يلزمني، عشان عايز أكسر مناخيرهم وأنا اللي أقعد فوق التل ده. طب ارمي مرادك بقى يا ست. عينيا الاتنين، بس الأول لازم أعرف موضوع الورث ده صحيح ولا عمول؟ مش تراوي العربات اللي هاتوا الفلوس حرام. خلاص يا أخويا أنا هجيب لك حقك من حنك السبع، أنت تاخد ميراثك وتبيعهولي. قبالك إيه؟ هدي لك فلوسك زي الفريك ما يحب الشريك، تعمل بيها ما بدالك وهدفع لك اللي أنت عايزه. والله بقول لك إيه يا شاطر؟ تاخد كام مضغور؟ ياد ما تخلينيش أعملها معاك ياد. ما تديله يا كابتن. اسكت أنت خالص. الله حقه بالورقة والقلم والقانون. أيوة يا حبيبتي. اسكت انت خالص، لمي نفسك بقى، ما انت قلت انك انت شاريه، يعني لا انت شريكتنا ولا من دمنا، مالك ومالنا، حشره نفسك في وسطنا ليه يا روحي؟ احنا عيله بقى مع بعضينا. ايوه ابتدي يا عمتي، ابتدي نفس الحدوته من الاول وجديد، وانت يا اخويا هتعمل روحك بتحبه ولا ايه؟ ما ينفعش، ده راجل من ظهر راجل. لم لسانك يا شربات لحسن هقتلك. تقتل مين يا رحام؟ الله 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 الله. ايه؟ في ايه يا شربات؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ انت لسه هتسال، ما هو باين من هيئتها اهو. هو الكابتن ده اللي عمل فيكي كده يا شربات؟ مالكش دعوه بيه وما توسخش ايديك انت وهو. لم اخواتك وخدي ركن يا شربات. لو عليت حسك عليا تاني هسيب الفرصه. ايه ده؟ ايه الدم ده؟ تعالي يا رجل، تعالي يا حبيبتي، تعالي يا كراويه، اخواتك البنات اهم جم. بيبي بقول لك ايه؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل النهارده احنا مش هنصرف من دماغنا خالص، انا هصرف من دماغي انا عشان جدد في الامور. الواحد مصلحتك يا ابو الكباتن، شكلك هيبقى وحش قوي. تعالي بقى لك ايه؟ معقوله هسيب المصيبه اللي احنا فيها وتمسكوا ببعض؟ يا ولية يا ولية اتهدي يا ولية. ما بتتهديش ليه يا اختي؟ اتهدي حبتين، في حدوته بتحصل من ورا قفاك. الفلوس اللي عايزه تكوشي عليها دي كلها هتصرفيها على الحكمه والمستشفيات ومش هتقوم لك قومه من بعدها. خليك في سنانك يا حبيبتي، ما تتشرعي من المستشفيات والحكمه.
عارفه يا اختي الدكتور اللي كنت فاكراه مليونير؟ ايوه عارفه ده يبقى ايه؟ شربات بركه يا اخويا انك انت جيت، هتقول لامك ولا اقولها انا؟ قول قول يا اخويا، خبي عليا ايه تاني؟ قول عاجبك كده؟ تعزل ايدك. تضرب اخويا، تضرب اخويا، تضرب اخويا. اخواتك هيموتوا حاتم. بس يا اخويا ما تلفيش ايدك عليا كده تاني. هو انا مش قلت لك ما تتصرفيش بكده؟ وجهي نور كفايه كفايه ضايع. انا اول يوم انا كنت فيه. واضح لي بخبي عليا ايه تاني؟ بابا متجوز طنطي بقى يا ماما تياحي. يا خلاص يا ابن الكلب 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 المعرضة. لا سيبك من المعرضة، ما تخافش منها. كبت نار، تصبح رماد، ومصاريف الحرب بتتعالج. بص 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 ايوه ما انا بقول لك انها عيلة واطية وعظامة، صدقني يا حبيبي. اسمعني بقى علشان انا عندي شوية حاجات كده لازم اقولها. انا بقى بعرفك بالمحامي بتاع المرحومة الله يرحمها بتاع الغالي. هو بقى اللي هيجيب لك ادخل. اخرا قول لي انا هتصرف ازاي. مش عارف. ما هينوبها غير قطمة الوسط في تنظيف الشقتين. وبعدين انتي في شقة في الشقتين. يوه في تنظيف الشقتين. في تنظيف الشقتين. اه ما حلتوش اللزق بس ما حينوم مهجة إلا قطمة الويست. فاهم؟ دي خصومات و دي ده خصم و لا قط بشيل أسامي. أنا بس استدعي يا حكيم و صوري يا هلا. في ايه انت بصلي كده ليه؟ بص يا هلا يا حبيبتي، من ساعه ما مسك رجلي بقى يا سلام الله اكبر، ايده طريش فيها بلسم يا اختي، ايدي بقت احسن ايدي. هوري له يوم اسود من خرد من خرد وعلى فكرة وحش عشان جوزك قوي. أنا مش عارف بقول إيه. ولا كمان. ولا كمان. طلع صياف في المستشفى. تسعة وعشرين تمانية بيها والمرمى. اطلع. بس ما كانش لي مزاج اقول لكم. مش عارف ايه. وبعدين بالصدفه رشا يمنى. سوري جيت اكتم العطسه. في ايه؟ جميله بتولد يا خالو. انا عملت كده يمكن تترات تنزل عليا.